السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جديد من التموين: استخراج بطاقة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة. الدكتور علي مصالح وزير التموين والتجارة الداخلية قال لك كفة ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بما يلي: إصدار بطاقة تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البناء، وده خلال من أسبوع حتى 10 أيام سيتم فتح خدمة إصدار بطاقات التموينات الجديدة وفقا للشروط. خلي بالك بقى، وان اهو انا من معه طلب يتقدم للمدير المديريه مباشره، وتم الاتفاق مع الجهات المعنيه بكده. ده طبعا خلال لما كان الدكتور علي مصالح وزير التموين، يعني افتتاح مع الدكتور ابراهيم عشوان المساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز التنميه التجاره الداخليه احد المشروعات. الوزير تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي حول مدينه الذهب، وقال لك بنقدم لمشروع لسوق ذهب، وتم العرض على الرئيس، واهم حاجه نقدر نوفي كل متطلبات الايه الناس كلها. عشان كده احنا بنأكد انت عاوز تعمل بطاقه تموين خاصه بتطلع على مباشره على ايه، على مدير المديريه مباشره، وتم الاتفاق مع الجهات المعنيه. ده كان خبر سريع كده لكل من هو يريد عمل بطاقة جديدة لذوي احتياجات الخاص. انتظرونا في كل جديد في احدث في التموين من خلال قناتكم، قناة اجيال اندوس تي في. يا ريت تنشر الفيديو ده حتى تعم الفائدة، ما تنساش باللايك، تنشر الفيديو عشان يصل للجميع وتعم الفائدة. كان معكم اسامة رزق، مؤسس اجيال اندوس، في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.